بتبهدلي نفسك وتشربي خمرة عشان خاطر سي يوسف؟ أنا بشربها لمزاجي. الجو هنا فاسد جدا. إيه رأيك؟ نروح مكان تاني؟ وأنا من رأيك، يلا بينا. سرحانة في ايه؟ ولا حاجة. بتحبيه؟ هو مين؟ يوسف. مش عارفة. عينيكي بتقول انك بتستلطفيه، وعقلك بيقولك خايفة منه. انت بقى بتقرا الأفكار؟ أنا بقول على شايفه. مش يمكن اللي انت شفته مجرد تمثيل؟ لو كان مجرد تمثيل ما كنتيش خرجتي معايا قدامه عشان يغير. حضرتك مدرب سباحة ولا أستاذ في تحليل العواطف؟ الدنيا علمتني حاجات كتير. وبتنصحني بإيه؟ بإنك تبعدي عنه. لإنك بتحبيني وبتغير عليا منه؟ ويمكن بخاف عليكي منه لإنه غدار. اطمن، أنا ما بحبش يوسف عشان أضعف قدامه. أنا عايزة أوقعه عشان يتجوزني. لأنه غني. أيوه. وتتجوزي شاب ما بتحبهوش عشان غني. أنا ارتحت لك ولازم أصارحك بالحقيقة. اتفضلي. أنا ورايا مسؤوليات كتير. والدي مات فقير وسابني مع والدتي والتلات أطفال صغيرين. فكرت إني أدور على شاب غني يحبني ويتجوزني. ما أقدرش أقولك غير إني بتمنى لك السعادة من كل قلبي. متشكرة يا ريس محمود. أنا عايزاك تفضل جنبي وتنصحني وتوجهني. موافق؟